ننتقل واياكم الى الشرق الاوسط بوتين الغرب بحاجه دائمه للازمات للحفاظ على هيمنته في العالم اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء ان الدول الغربيه تسعى لمد نظام شبيه بحلف شمال الاطلسي الى منطقه اسيا والمحيط الهادئ واتهم الغرب بمحاوله نشر الفقر وتصدير الازمات للدول الأخرى معتبرا أن الغرب بحاجة دائمة للأزمة للحفاظ على هيمنته في العالم، واعتبر بوتين في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو للأمن الدولي أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، واصفا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الشهر بأنها استفزاز مخطط بدقة، وقال إن واشنطن تتدخل في شؤون موسكو الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم وأشار إلى أن واشنطن تثير الأزمات كما تفعل حاليا في تايوان وإذ اعتبر بوتين أن مفاهيم العولمة وأحادية القطب باءت بالفشل والنظام العالمي أحادي القطب أصبح في طي النسيان وشدد على أن عالم متعدد الأقطاب يفتح المجال للتصدي لكل التحديات والنزاعات والإرهاب مؤكداً أن روسيا والصين لن تسمحا بانتهاك سيادتهما وتكافحان الهيمنة الغربية